بسبب وجود مخاوف لديها قررت لندن تعليق جميع الرحلات بين مطار شرم الشيخ وبريطانيا مؤقتا وسط توقعات من أن يكون سقوط الطائرة الروسية التي تحطمت بعيد إقلاعها في سيناء سببه انفجار قنبلة وضعت على متنها. وتقول السلطات البريطانية أن التحقيق لا يزال مستمرا. من جانبه قال وزير النقل البريطاني باتريك ماكلوخلين: لا نستطيع القول بشكل قاطع بعد سبب تحطم الطائرة، ولكننا أصبحنا نشعر بحالة قلق من أنه ربما سقطت بسبب انفجار عبوة ناسفة على متنها. ومضت على تحطم الطائرة الروسية ومقتل 224 شخصا من ركابها 4 أيام، وكان تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن إسقاط الطائرة دون أن يكشف أي تفاصيل.